جحا ما احس له دخل بالشاورما. هذا السادس الوحيد اللي مختلف. ليه؟ كمان مرة ترى مليان. خليه مليان. لا والله. هلا والله يا عيال. هلا والله، رجعنا اليوم بمقطع جديد، الجزء الثاني من أفضل شاورما دجاج بجدة. الله. اليوم حنصور ثلاث أو أربع مطاعم حنختار فيها صاروخ وشامي، ونشوف إيش أقوى شاورما بجدة. ممكن هذا يكون الجزء الثاني للدجاج، وممكن نكمل جزء ثالث حسب أنتوا حبيتوا الفكرة أو لا. فأول مطعم معنا اليوم شاطئ النخيل. و شاطئ النخيل يعتبر من أقدم المطاعم اللي تسوي شاورما بجدة من 1977. كم سنة؟ 1977 سنة؟ يعني ممكن 60 سنة. والله المطعم اللي بعده أنا بصراحة متحمس له، فأخليكم مع المقطع وشاهدوا المقطع من أول لآخر، ولا تنسوا اللايك على هذا المقطع. يلا ليتس جو، تفجير لايكات. ليتس جو مين. يلا. هذه شاورما شاطئ النخيل، عندهم طبعا بس شامي، الشامي ب 11 ريال. واخيرا استلمنا الطلب من مطعم شاطئ النخيل بعد انتظار زحمه يا واد، يمكن رقمنا 99. 99 كان الرقم لما دخلنا. 70 70 71 وي. في الثوم كمان. اوكي شوفوا يا اخوان، صراحه صدمه اللي صدمني هذا الساندويتش. هذا الساندويتش 11 ريال. 11 ريال سعره، 11 ريال. شوف قول لهم الكلمه هذيك. ليه؟ والله طفيت، انا طفيت، نسيت الكلام. وهذه ب 3 ريال ونص، وفي بسبعة، وفي بسبعة. ليه 11 ريال مره غالي. ما اظن اني انا اكلت شاورما، اظن عند الرمال كان نفس الكلام صح. يس 12 ريال يمكن. 12 ب 12 ريال والثوم 5 ريال. صح صح، بس هذا 11 ريال. نشوف مره زحمه ما شاء الله، وقديم المطعم، اول تجربة فعليا من مطعم شاطئ النخيل. ما عندهم بس عندهم شامي، ما عندهم صامولي. يب بسم الله. جرب اول شيء بدون ثوم، ولا انا بحط مع الثوم اول شيء. صح؟ ربي اسطوري. صراحة لازم طلبنا اثنين. عندنا باقي مطاعم ثانية. بسيط جدا، ثوم بطاطس دجاج. وتتبيلة الدجاج عندهم اسطورية. صح اعطيني الثوم لو سمحت. الثوم عنده والله يلدع. الثوم مرة يلدع. والله يلدع، تحسه هنا يضرب. نقول بسم الله على الثوم. الله. اوه هذه حتسبب مشاكل هذه. مخلل. الله كيف؟ والله يجي ورب الكعبة. دجاج كل قطعة مجمرة، بس مشكلتهم شخص واحد واقف على السيخ، والصلاة على النبي في 20-30 بني آدم، في 30 زبون، هو يقطع وهو يلف، يقطع ويلف. أنا مستغرب والله. واحد في مطعم مشهور، واحد على اللحم، واحد على الدجاج، واحد على اللحم فعلا. يعني لو ما عندنا تصوير صراحة كان أخذتنا أربعة. لا ما توصل، ما تاكل. حبيت حبيت. لا تكثر ثوم مرة. أنا تقعد في السيارة تسبب لي مشاكل. أموت في الثوم أنا، بس مو كل فك الطاقة على طول وإحنا ماشيين. ثاني وجبة وين؟ مطعم علوش. علوش علوش عليه مدح مرة كبير. بسرعة قبل ما نشبع بسرعة. تقييم آخر المقطع. يلا ليتس جو ليتس جو. أخيرا جينا على المطعم الثاني، مطعم علوش من المطاعم القديمة، الشاورما الدجاج. طبعا شوفوا كيف سيخين. طبعا وأخيرا شاورما علوش. شاورما علوش من أقدم مطاعم الشاورما في جدة. حلو حلو حلو. متأكد من المعلومة؟ متأكد مليون في المية. طب ممتاز. أي أحد عنده سؤال يراجعني. لا شخصينها. لا شخصينها. وطبعا ما عندهم الا عيش واحد، نوع واحد اللي هو صاج بس. اخذنا انا منزلت من السياره، جانا من اول ما وقفت عند المطعم جانا على طول الموظف من الزحمه ما شاء الله. فرق يعني الخدمه، فرق الخدمه عن شاطئ النخيل. انتظار طويل، هنا لا انتظار ما قعدنا خمس دقائق. والله ما في ثلاث دقائق. جلسنا خمس دقائق ثلاث دقائق مع انه زحمه. صح صح. احمد نزل صور جوا، شفتوا المقطع، وطلبنا ثوم، الثوم ب 3 ريال. ها
أقل متوقع مو بثلاث ريال. هو قال ثلاث ريال صح؟ ثوم ثلاث ريال؟ هو قال ثلاث ريال، حط اثنين ما حط واحد. خدمة سريعة تفضل. الحساب كله طلع 18 ريال، فالواحد أظن 8 ريال 7.5 8 ريال. والله صراحة سعر غريب. تفضل ندوق. اليوم يوم الثوم العالمي، الله يعين يعني. طبعا اليوم إجازة إحنا يعني، ما حد رايح يشوف أحد. الله. ترجع على البيت. الله شكله مرة لذيذ، شكله لذيذ. التجميرة هذه أنا أعشقها. الله. العيش هذا الصاج أنا أحبه. جرب بسرعة كمان. انا كنت ناوي اجرب. لا في ثوم انت كمان يا ولد حتموتنا اليوم. الفكره دي معلش قطعت الفكره انه احنا ناخذ ثوم عشان نجرب كل مطعم ايش النوع اللي بيحط الثوم فيه. صح صح. واللي هو كله بالنهايه ثوم يعني، بس انه الثوم طعمه يختلف، في شيء بارد في شيء ثقيل في شيء خفيف. نقول بسم الله. بسم الله. كيف عارف شبه مين؟ شبه مين؟ قول. شبه سمر جدة. صح. شبه سمر جدة. أعطيها واحد ثوم. هذا مو واحد ثوم. أنت حطيت اثنين ثوم. لذيذ بس. العيش. تمضغ لبكرة. العيش مرة سميك بالنسبة للحشوة يعني. إلى الآن بالم بيتش ألذ منه. بالم بيتش بس لا يقارن، لا يقارن بالم بيتش. شاطئ النخيل ليه؟ لا يقارن بالم بيتش بهذا، لأنه هذاك عيش شامي هذا صاج. كل الصاج كذا يا حبيبي. أنا أحب الصاج. أيوة. وأكلت صاج. في صاج يجي أرق. صح زي صاج السمر جدا كان. أخف. مغمر وخفيف. خفيف هذا مرة تخين. طعم الدجاج لذيذ. لذيذ. بس. بعد غير إنه لذيذ الثوم. الثوم حقهم. شوف الثوم حقهم مايل على مايونيز لبن أكثر. ما في لدعة الثوم. وليش رايك انت؟ والله السوري يعني الثوم انا شايفه صراحة. كيف انت تحس فيه لبن؟ عمرك كنت شفته يعني ثوم مع لبن؟ اوكي هذيك الخلطة صح اللي بتاكلها كل يوم تصير عندك المناعة فل. لكن هذه ثومها جيد جدا يعني، ما هو زي ما قلت سيء. انا ما قلت سيء، انا ما قلت سيء. ما في لدعة. صح اللدعة لدعة اللي... الثوم اللي موجودة في في شاطئ النخيل مو موجوده. لذيذ الثوم كويس بس هذاك ألذ. صحيح نكهه الدجاج طيبه بس هذاك ألذ. الى الان من الاثنين المطاعم من المطاعم الاثنين اللي جربناهم الى الان شاطئ النخيل ألذ. الثالث حيكون الفاصل. نروح المطعم الثالث والتقييم يصير بعد المطعم الثالث. نشوف مين الاول ونقارن مع المقطع الاول مين اللي يفوز. تمام. ايش المطعم الثالث؟ جحا. جحا مطعم جحا. يلا ليتس جو. ليتس جو. المطعم الثالث والاخير مطعم جحا. يعتبر مطعم جحا من اقدم المطاعم الموجوده في جده برضو. واخيرا مطعم جحا ركن جحا والاخير. والساعه واحدة صارت ساعه واحدة. والله خلاص متعب عشانكم. والله والله لو ما تعطونا لايك. ليه ما تعطونا لايك؟ وربي ليه ما تعطونا لايك؟ ليه نتفاهم معاكم بعدين مو هنا في اللفه. طبعا طلبت انا بس شامي عشان بما انه اليوم موضوع شامي. عنده صامولي لكن الصامولي يعتبر مع اللحم. صامولي هذا دايلر. صح صامولي. انت فهمت هذا كم؟ الصامولي الشامي بسبع ريال. اوكي. بدون ثوم، ما في ثوم. باين من الحشوة مبدئيا انه الحشوة قليلة، الله اعلم. حطوا لكم عليها طحينة. ما في ثوم؟ ما في. لا. يحطوا عليها طحينة ما جبت انا. طحينة وسلطة زي ما وريتكم. اوكي. خلطات زي كذا مع بعض. فيها سلطة فعليا. كذا. فيها سلطة. ايوه متسلطة. طب ليه؟ يا ولد نبي الطعم الأصلي. الطعم الأصلي ال ال الحقيقي. خلاص توم يا حبيبي خلاص. مو خلاص ما راح نصير اصلا هو اصلا يا ابني. السلسله كذا. اوكي السلسله كذا. لكن هذا المطعم نفسه ركن جحا
معروف بالطحينه حقته، ما هو معروف بال، مو كل المطاعم الشاورما تسوي لك طحينه. اوكي اوكي يلا نقول بسم الله. يلا بسم الله. مبدئيا وبكل امانه جحا ما احس له دخل بالشاورما. ما احس له دخل بالشاورما اللي اكلناها، الشاورما الاصليه اللي هي دجاج ثوم بطاطس مثلا مخلل. هذا الشاورما ايش الاساس فيها؟ والله بصراحه هذا احسه قاعد تاكل فهيته. فهيته زي فهيته صراحه يعني. مو زي الفهيته. حلاوتها تكون بس انت غلطان ترى، مو هم الغلطانين، تقدر تقول له بدون ام السلطه. لا دجاج ثوم ما عنده. طيب ثوم؟ مو كل المطاعم عنده ثوم. كيف ما عنده ما ثوم؟ عنده ثوم بس طحينه وشطه. احمد هذا من كيسك، ما عنده ثوم. ما عنده ثوم. والله ما عنده، والله ما عنده ثوم. اتوقع عنده ثوم بس تحط لك لحسه بس على الساندويتش. ما يبيع. اوكي ما يبيع بس انه بدون طحينه، بدون طماطم وخس هنا الفرق، هنا تكمن القضيه. شوف هذه الفكره موجوده عند شاكر وموجوده عند كمان كم مطعم، فهذه مختلفه عن انك تاكل شاورما ساده وشاورما بسلطه. هذه سلطه شاورما، هذه سيزر سلطه. ليه يا اخي ليه تجيب سلطه؟ هنا تكمن الفكره قال. هنا تكمن انت اختلاف هنا يكون حلو. طيب انت اكلت صاج واكلت شامي ثوم لذعه لذعه. ايوه ايوه ثوم بارد بدون ثوم. نعلم الفكره. جوع لذيذ، الشاورما اللي يقدمها لذيذة لكن مختلفة عن اللي احنا جربناهم، مختلفة عن الخمس مطاعم اللي جربناهم، هذا السادس الوحيد اللي مختلف. جحا احس تقييمه فيه ظلم لانه سلطة لذيذ لذيذ، ممكن انا اجي مرة ثانية اجربه. اليوم بالنسبة لي انا رقم واحد شاطئ النخيل، صراحة فاجأني طعمه، فاجأني بنكهة الدجاج والمخلل والثوم بالطعم. شاطئ النخيل اعطيه 9/10 كطعم. كم تعطيه؟ انا بعطيه 9/10 طبعا. السعر عليكم بس انا اعطيكم رايي بالسعر، السعر اشوفه انا 6.5/10 الى 7/10 لانه 11 شامي. رقم 2 والله بصراحه انا ما عجبني جدا علوش، يعني لذيذ بس يعني ممكن اقيم رقم 2 مع انه احس برضه في ظلم انه يدخل جحا بينهم، بس هو رقم 2 احس جحا. انا على نفس ترتيب اللفه. والله نفس ترتيب اللفة أنا معه. ثلاثة واحد جوحة. بان بيتش، اثنين علوش، ثلاثة ركن جوحة. علوش لو يتركزوا على العيش بس. إذا حبيتوا نسوي جزء ثالث وأخير. ليه؟ كمان مرة. ترى مليان. خليه مليان. لا والله لا. مليان مع نفسهم. أنا نفسي ألقى فعلاً شاورما رقم واحد. بشرط. إيش؟ ما نحط ثوم. بالموضوع نهائيا. انت اللي انا الحين ما جبت المطعم الثالث، ما جبت الفكره انه احنا ناخذ ثوم عشان نجرب كل مطعم ايش النوع اللي بيحط الثوم فيه. خلاص نخلي الثوم الاساسي اللي موجود، نقول له زود عشان نستطعم. اذا حابين جزء ثالث واخير فعلا نلقى ألذ شاورما. بس هذه كانت فكره مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع يكون عجبكم، يكون خفيف ولطيف عليكم. كان معكم لؤي واحمد، نشوفكم في مقاطع جديدة. سووا لايك لهذا المقطع واشتركوا في القناة، خلينا نوصل 100,000 بأسرع وقت ممكن. 200,000 بأسرع وقت يا شباب يا جماعة. نشوفكم في مقاطع جديدة. كبس وكبس. نشوفكم في مقاطع جديدة. سلام.